الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من طعام على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، فهي صاع. كانت أسرتك من 5 أفراد، لا مانع أن تخرج صاعا من تمر وصاعا من زبيب وصاعا من شعير إن شئت، وإن شئت أن تخرجها كلها من صنف واحد إنجاز، بارك الله فيك.